تحيطها إسرائيل بالسرية، صورها نادرة وأغلب مواقعها مجهولة. إنها مقابر الأرقام التي يحتجز فيها الاحتلال أجساد شهداء فلسطينيين وعرب، يصل عددهم إلى 375 شهيداً بينهم أطفال ونساء. فلماذا تلجأ تل أبيب إلى هذه السياسة؟ وما الحقائق التي تحاول دفن أسرارها؟ لم تكن سياسة احتجاز الجثامين آلية للضغط على عائلات الشهداء ومعقبتهم أو ورقة تفاوضية فحسب، بل كانت تعود أيضاً إلى أسباب تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية. فإسرائيل بحسب صحيفتها أرتس كانت محور تجارة الأعضاء في العالم طوال العقد الماضي. الفضيحة كشفت عام 2000. القناة الثانية الإسرائيلية نشرت تقريراً عن إتجار مدير معهد التشريح الإسرائيلي يهودا هيس بالأعضاء البشرية، ونقلت اعترافاته بقيام أطباء في المعهد بسرقة الجلد والقرنية وصمامات القلب والعظام من جثامين الفلسطينيين في التسعينيات. كنا نغلق الجفون بالغراء كي لا تفضح العائلات الفلسطينية السرقة. عام 2009 توترت العلاقة بين تل أبيب وستوكهولم على خلفية تحقيق في صحيفة أفتون بلادت السويدية. اتهم الجيش الإسرائيلي بقتل فلسطينيين لسرقة أعضائهم، لكن تل أبيب نفت ذلك، متهمة الكاتب دونالد بوستروم بمعاداة السامية. من جهتها وثقت البروفيسورة الإسرائيلية مايرا فايس في كتابها على جثثهم الميتة تفاصيل عن سرقة أعضاء الفلسطينيين الشهداء لزرعها في أجساد المستوطنين أو استعمالها في أبحاث كليات الطب. في مقابر الأرقام تأمل إسرائيل التخلص من كابوس هوية الشهيد لتجد نفسها في الفوضى البصرية للأرقام أمام هوية واحدة تطاردها، فلسطين.